24 دقيقة من اللي حصلتين اليوم. وأكيد الأسبوع الماضي خلف تصريح نبيل كوكي بعض الجدل معنا بالتليفون. المحامي والأستاذ نبيل السبعي طلب حق رد بخصوص تصريحات نبيل الكوكي. راح بيك أستاذ، أهلا بيك. أهلا بك سلام، وتحية لجميع مستمعيك. شنو أحوالك؟ مديدة عن غايب على الساحة شوية؟ مديدة مديدة مديدة، هنا قاعدين نتابعوا في الناس الكل الفرنسيين، متقلقين شوية على الأوضاع الفقيرة، فربي إن شاء الله يقدر خير، وإن شاء الله ربي يولف القلوب كما تقولوها إن شاء الله. باهي أستاذ، قبل ما نعطيك شنو تحب تقول، نذكر العباد اللي ما سمعتش شنو قال نبيل الكوكي في حلقة الأسبوع الماضي. قال بين الشوطين نجم نقول بوان واحد في مسيرة قاعدة تاعك. لا لا أنا ما نتخلقنيش، ما يجيش شنو بشرط، أنا جاي قال لي هو ما يجمش جرى حتى واحد، أنا يعرف شخصيتي، لا هو رئيس هو ولا غيره. ولا الملاعبية اللي دربوا معايا، وخاطر مش اللي مش تبربيك الكلام على الديسبلين وصعيب، لا لا مش كلام. خوت شخصية لما تكون في التيران يعرف تعرف هذاك، ما يجمش ما يجمش تخلى الميطا وكان ورايا قاعد وأنا نحكي الكوتشي في الملاعبية وكوتشيت الملعبية وخرجت وعاود نرجعنا في الدوزيام ميتون، كنا خازم الدوزيام رجعنا الدوزا دو. لا ما قاليش شيء جميل، ما يجمش يقول ما كانش هما التلميحات وسط الأسبوع. لا 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 جملة، لا 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 في حسب رأيك أنت وقتها قلت لك أنا أنتوراج أشوف شوف الوقت هذاك ما نعرفش هذا ما نعرفش أسمع شوف وقت تلقى واحد محامي ولا شكون معناها ما عنده حتى علاقة بالنادي الفريقي معناها ويبدأ لاصق سليم الرياحي ولا لاصق أي رئيس بتاع النادي الفريقي باش يدبر تمشيره ولا يدبر حاجة، دوك ما عادش تحكي على لي ديسيزيون تاع الرئيس، تحكي على نبيل السبعي. لا أنا نحكيش على حتى واحد أنا، خاطر ثم ناس ما تسهرش حتى بالسمام، ما إيزون با معناها ما عندهمش ما عندهمش القيمة وين باش تسميهم، ما تسميهمش خير. كان هو داخل في ديسيزيون هذيك؟ ما نعرفش ما نعرفش. حسيت كلي خبي حاجه ولا لا ولا لا، ما انا ما نشوف من حمك قدس مره تعرف انت يعني دونك انا متربي وصعيب راني يعرفوا الملاعبيه اللي دربوا معي ولا حتى المسؤولين اللي خدموا معي يعرفوني صعيب في الخدمه صعيب وصعيب صعيب جدا خاطر مش نتاع نتاع فلان صعيب الحق دونك ولكن ديما نخلي الامور ديما نمشي للامور الايجابيه ديما نمشي للصالح. شفت حتى في تونس براتيك ما مشكله حاجه معي صحيح ما نمشيش ولكن في خدمتي دونك سيب دونك خلي هذوما يعرفوا الناس يعرفوا الناس يعرفوا القراب يعرفوا. الأستاذ نبيل السبعي تفضل سيدي. شكرا سلام، والله هو في نبيل ربي يهديه، هو كان يقولوا راكش على روحه ما بعد تو العملية هذه الصحية صار لها يمكن 4 سنين ويمكن فما حتى أكثر 6 أو 8 سنين من اللي خرج من خطر هو جات عاد مرتين على النادي الأفريقي، والحقيقة معناتها كان من المفروض هو حفاظا عليه هو مش علي أنا، أنا صنفي دخل محامي على روحي، أما هو من المفروض يحمي روحه ما يتكلمش مش ميخليش الناس تتكلم، خطر فما أمور استحفظنا عليها واستحفظنا له على سمعته مش ما نقولوهاش، لكن توا أنا مضطر معناتها مدامش بدني ضربشني هو كان قلت لك مدرب معول فهمتني كيما هكرو تقول يجيبوه ما تبش يعوض فيه، ادخل انت على الواحد على الفيسبوك ولا على جوجل حط نبيل الكوكي تو تلقى نبيل معناتها عوض نبيل كذا، يعني هو مدرب معوض ما احنا جاي مرتين للنادي الفريقي يعوض مره دانيال شنو معوض جاي مدرب اول سي نبيل شنو معوض ما جاش مدرب اول بكل جاي عوض دانيال فرانشيز نحو المره الاولى في 2013 جاء عوض وقتها فهمتي كازوني كي تنحى زاده ما جاش ما عمره ما اختاروا النادي الفريقي كمدرب. انا هذا الكل ما يعنينيش، انا باش نحكي توا في الاسباب المباشره اسلام اللي خلات وقتها النادي يتخلى عليه. بس احنا هو كي جاء كان فما العقد اللي انضاه قيمته معناتها اجرته 30,000 دينار يعني من اعلى الروتب كما نقولوا احنا العقد بشغل 30 دينار، لكن العقد هذا فيه اهداف، الاهداف نتاعو هو تحدث عليها في الجلسه العامه، ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا الجلسه العامه وقتها عملنا ندوه صحفيه وقتها وقال راني باش نخدم على البطوله باش نخدم على كذا، نعرفوا اللي النادي وقتها مر بازمه نتاع نتائج هي مش كبيره ياسر نتاع الحقيقه ما كانتش كبيره، النادي خارج من 2014-15 هو بطل والجميع اللاعبين وقتها كانوا من خيرة ما فما وهذوكم اللي هزوا البطوله،
يا اخي وزدنا دعمناهم بلاعبين اخرين يعني الفريق زاد تقوى على العام اللي فاتوا اللي هو نتاع البطوله، لكن بقينا صارت خلافات انا حتى الجمهور معناتها شويه بين على اللي صار، صارت شويه خلافات هي اللي جعلت النتائج تبدلنا شويه، خلافات خاصه اللاعبين اللي جاوا من برا معناتها نحكي على ناصر وميداري وكذا، هذوما عندهم انا جوع اللي غرت شويه وصارت شويه مشاكل مع سانشيز. خلتنا الحقيقة وقتها نعجلوا به لأنه ما صارش تفاهم، وإحنا خيرنا في الفترة هذيك بين أنك اللاعبين هذو تخلى عليهم ولا مدرب ولا كرام ما تتعدى وقتها تخلينا عن مدرب في نبيل الكوكي نذكرها في أكتوبر 2015 معناها باش تفهم باش نمشيو خطوة خطوة زي نبيل الملاعبية هذو كانوا رافضين نبيل الكوكي معناها لا 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 ما نحكيش رافضين وما نحكيش رافضين وانا باش نجيك شو اي خاطر مثلا انت واحد كي تجيني بالعيد انا حكيت معه معناتها حوار مع تجيني بالعيد ما قاليش الكلام هذا قال انه مشكلته كانت مع سليم الرياحي وتعامل سليم الرياحي معاه ما كانش نبيل كوكي مشكلته هو الابس وقول لك شو هو اللي صار هو الملاعبيه هذوك كي تجيني بالعيد وكذا كان عندهم انا جون بركه انا جون وهو الخلاف مش حاصل مع الملاعبيه حاصل مع لا جون تاعهم وقتها صار خلاف بعد البطوله مع دانيال سانشيز صار تبدأت الخلافات الدين لجان هذا يحب يفرض ويحب كذا ويحب العيد يلعب معناتها من الأول ويحب معناتها يفرض في أشياء فحسيله هذا أثر على المردود وذكر بعد صار مقابلة بتاع دربي خسرنا فيها تقرر إقالة دانيال سانشيز جاء نبيل كوكي نذكر في أول أكتوبر 2015 لكن جاء في نبيل على أساس معناتها تحسين النتائج وتحسين الجو داخل الفريق ها مش نقول لك صار العب في نبيل كوكي ضد جرزيس وخسر العب ضد قفصة تعادل 1-1 العب ضد ليتوال خسر العب ضد المتلوي خسر العب ضد حمام لمس هذايا الماتش اللي أقيل فيه هذايا معناتها تمل 2-2 لكن يعني بخلاف النتائج اللي كانت سيئة إسلام كانت فما مشكل آخر بتاع الإصابات الإصابات هذه كانت شكلت كارثة ما كانتش راهي في الفترة القبل بتاع فرانشيز هذه جات في الفترة بتاع نبيل كوكي يعني العناصر الكبيرة بتاع النادي هذه أصيبت الكل هو شنو السبب بتاعه هذا يعطوا بشنو تدخل شوية رسمي وقتها جاء في نبيل كوكي كان فما عمار مبيغ اللي هو هذي المعدل بدني في نبيل كوكي شرط باش يكون في أبو بكر الحناشي معد بدني ولكن ما تخلاش على عمار قعدوا زوج معدين بدنيين هما الزوز هذم كفاءة من أعلى ما فهم تبقينا الزوز من بعضهم كل حد أسلوبه كل حد كذا ما ينجموش يمشيوا من بعضهم يعني اللي صار وأنه زوز أعمال يعني في أبو بكر يخدم من جهة وفي عمار يخدم من جهة وبخلاف أنه نبيل كوكي نزل عن اللاعبين يعني فتقهم من بعضهم الكل هتكات على الجرس يعني النادي وصل للمرحلة ما عاد ينزم راهو وفي شهادة هذه الدكتور ترابلسي وقتها معناتها اللي ما فماش بلون تاع هكا دراسة إمكانيات لاعبين يعني عمل لهم سيرشار جديد هذيك اللي تكاتهم الناس كل على جنب ولا نجيك للنقطة الأخيرة والفاصلة معناتها اللي كان فيها السبب وقتها نذكر صابر خليفة كان مضروب عنده إيلونغاسيون يعني تاع 10 أيام يرتاح ويرجع يختم ويرجع ينصت وهذا التقرير أعطاه وقت الدكتور ترابلسي تبقينا في الماتش نتاع حمام لمس اللي أقيل فيه نبيل كوكي ألزم قرار منه هو معناتها في اللاعب صابر خليفة باش يلعب صابر خليفة لعب وقتها وعمل ولات من لوكاسيون ولات تشيرور مشكلات ومن بعدها في صابر ضرب 3 شهور وقتها معناتها براتيكمون سيزون كملت وخسرناه لقرار سيء وسيء جدا من نبيل كوكي معناتها في اقحامه في اللعب وهذا قرار حتى ضد لافيد ديكال نتاع الطبيب هذا مع باش نزيدك توا اللي الموضوع الخطير ياسر اللي صار لنا وقتها وقال نبيل كوكي انا نقول لك اقالته ما كانتش راهي بين الشوطين نبيل كوكي مقال اصلا قبل الشوطين ومقال قبل اسبوع تقريبا من المباراة هذيك هاو علاش وتذكر وقت الناس كل اللي سليم الرياحي دخل في تفاوض مع نبيل معلول في الجمعة هذيك وجلس مع نبيل معلول أكثر من مرة بقينا بشوية ضغط من الجماهير اللي يرفضوا وقتها معناتها قبول نبيل معلول في الحديث نظرا لأمور تاريخية معناتها بين نبيل معلول والجماهير ترفض وقتها دونك تقرر الإبقاء على الكوكي احنا في الفترة هذيك هذا الموضوع الخطير باش نحكي فيه جاءت في نبيل كوكي جاءت العديد من العقل الخاصة بي عنده مشاكل مالية مادية
عنده برشا عقل، عنده صالون دو تي تاعه، عنده ما عرفش انا شنو ممتلكاته. جات وقتها القباضه عقلت الاجور نتاعو عند النادي الافريقي، معناتها باش تولي النادي الافريقي لا يمكن لها تسليم اجره نبيل كوفي. ولا انه مشكل، معناتها احنا مدرب باش يشتغل لكن بدون اجره، خاطر مطالبين وقتها ان يقدموا الاجور نتاعو للقباضه الماليه، معناتها مطالبين اللي عملت عقله توقيفيه في مدينة. وهذا شكل اشكال بخلاف اللي عنده جوز عمل الجوز هذا عقلي والله العظيم انه يتكرر توبته. حاولت اقف معاه اللي قال ما نذكروش واللي قال كذا حتى كمحامي، حاولت معناتها نتفاهم معاه في هذه المشاغل هذه نتاعه، معناتها الاجراءات القانونيه وكذا، لكن ما راني الا في الاخر انه يقول الكلام هذا. وهذه المشاكل الماليه نتاعه اللي كانت قد تسبب في عقله، معناتها لحسابات النادي، معناتها كي يقول لك عملوا القفازة المالية وقت عملت عقلة حتى على المزود بتاعنا وعملت عقلة حتى على المستشفى، معناتها تعرف تبلوكي لك جميع الفلوس اللي عندك. وقال كلام آخر هو ربي يهديه، قال الفترة هذه ماليا صعيبة وما قبلوناش في الوصلة، مش صحيح هذا، هذا كذب في كذب وافتراء. الفترة هذه كانت ما فيهاش مشاكل مالية بالكل، بدليل وانها تواصلت وانقصنا حوالنا. هو هذاك اخطر موسم. برشا ملاعبيه اكدوا مشاكل ماليه سي نبيل، مشكل نبيل الكوكي راهو تيجيني بلايد كما قلت لك، اكد لي بنفسه انه وقتها كانوا مشاكل ماليه وسوء تعامل من سليم الريحي كان معه. ما اشوف من الملاعبيه زاد وقتها فيهم اللي خرجوا زاد، معناتها ولات فما اختلافات حتى مع رئيس النادي، دونك باش يقولوا كلام هذا ما كانتش فما مشاكل ماليه، بدليل وانه النادي قام بانتدابات في الفتره هذيك، معناتها مش صحيح. بقينا انا باش نرجع لك توا النادي الكوكي. انت كي سالته قلت له كيفاه جيت للنادي الافريقي في فتره 1900 وقتها و88 فتره الشامبيونات هذيك مع بلجيكا وكذا، قال لك والله اتصل بي اسمه جديد. ما قالش هو شكون جابه عام 2000 و12، وما قالش شكون جابه عام 2015، جابوا ما هو واضح، معناتها جابوا في مراد كوبعة وقت الرجل النافس وهو صديقه الشخصي، معناتها كل مرة ويتحق معناتها مدرب مراد باش يكون عنده هكا ويصايع على الواحد، يجيب شي نبيل كوكي. معناتها جابوا في 2014 وقتها، ايش المشكلة ما فهمتش هنا؟ الموجة نتاع اللاعبية اللي جات من صفاقس وقتها تذكروها الكل. ايش المشكلة هنا يا سي نبيل ما فهمتكش؟ لا ما نحكيش على مشكلة، نحكي يحكي خاطر وقت على السمسرة والناس السمسرة، عاد هو يعرف اللي جابه هو أضرب السمسرة. أنا جيت أنا معتبر يعني ما قربتش، أنا كنت أكتب في خدمة إدارية قضائية قانونية بعيدة على المشاكل هذه كله، لا عندي لا في الانتدابات ولا نهار حضرت في تحرير عقد ولا نهار حضرت في حتى شيء من هذا الكل. إذا مش جبتني السوق ويقول كان كذا ويسمسر وأنا الحقيقة بعيد عليا، أما يراجع حسابه هو يشوف 2014 شنو صار في الانتدابات هذيك بينه وبين سيد مراد كوبعة، وفي 2015 كذلك زاد معناتها اللي كانوا يعتزموا يعني فرق القيام ببعض، يعني استغنى على بعض اللاعبيه هذه بعد تعرضهم للإصابة اللي أنا نجم نقول عليها حتى شبه متعمدة، معناتها لاعب كبير في السن 28 و30 و32 كمان ساري وقتها 33 وناصر وقتها 30، يعني هذا نتاع فيه سورشارج على كلام اختير سي نبيل هذايا نتاع اتهام بالسمسرة مع نبيل الكوكي مع مراد كوبا حسب فهمت من كلامك. لا انا ما اتهمتوش، انا ما اتهمتوش، اما لمحت ملاعبيه وقتها جاو من صفاقس بطبيعه الحال هذا الطلب كان اي مونا قناه بين السطور ما يصيرش سي نبيل من طرف نبيل كوكي، انا كان جاو نجحوا والله مرحبا، خاطر ملاعبيه فيهم شكون يتكلم زوز مليون دينار، معناتها زوز مليار دوات تتكلف على خزينة النادي وما لعبوش هذوما. تعرف فتح الغربي ما لعبش، معناتها تعرف الناس كل اللي فتح الغربي كي جا ما لعبش، وفما الرباعي ولا الرباعي سي نبيل باش مانيش ندافع عليه انا، لكن هو مش موجود نحب نتواصل نتناقش معاك. معناها الملاعبين اللي فشلوا، الملاعبين اللي فشلوا مش كان فتره نبيل الكوكي لسه تبدا من كارل ماكس وانت حتى برشا ملاعبيه معناها فما ما تقولش لا متبقينا فشلوا، فشلوا اللي جابهم في الفترة هذيك بطلب من نادي كوكي فشلوا وما هو مع الطاقي. توا انت نعطيك حاجة روكي تولي خدمة صحيحة، تولي شوف خدمة صحيحة مع سي دريدي الفترة هذه، تقول لي انسان شخصيته كويس سي دريدي ما شاء الله، يعني تصدى الى العديد من الانتدابات وما خلاش امور تحصل، هو مش ابن النادي لكن وقف قال ما تصير حتى انتدابات. لا سعد دريدي تقصده؟ لا سعد دريدي قال ما تصيرش انتدابات، ما
نعرف ظروف النادي وكان حاجتنا بانتدابات ونجيبوها موجهة ومدروسة وكذا. مش يجيب عطاء هو ديرك ومنتجون مش يجيب وقت العديد من اللعبية وبصمنا حتى ملاعب نجح في الفترة هي. سينابي مازال عندي خمس دقائق في الحصة نحب أسألك على الكلام اللي قاعد تردد حول عودة سليم الرياحي للنادي الإفريقي، شنو هو الصحيح من هذا وانت تقريبا قريب لسليم الرياحي وتقريبا قلت لي تواصل معاه تقريبا هكا ولا؟ والله يا اسلام شوف هذا الموضوع شائك برشا معناتها باش نتحدثوا فيه تو انا الحقيقه والله لا سمعت منه مباشره تسليم الرياحه لا عودته مش عودته نعرف اللي هو مقيم فهمتني بدوله الامارات ويتنقل بطبيعه الحال تو يمكن الكونفينمون هذا صار كيف الدول الكل يشملها تنقل بطبيعه الحال بين انجلترا وباريس والعديد من الدول الاخرى الحقيقه والله ما سمعت منه مباشره كلام على عودته لكن ديما انا نعرف مستعد معناتها العوده هذا رهين انه الاوضاع تتبدل وهو ما تعرف يعني خرج في وضع معناتها ما كانش باهي معناتها خرج شبه يعني اخرج من نادي تذكر الناس الكل الجلسه العامه اللي صارت اذا كان هو حتى قالالي نظره اذا كان القى الرغبه من الجماهير حتى راهو شوف بعد النادي الافريقي راهو نادي الجماهير بتاعه كان الجماهير بتاعه قابله الرياحي يرجع فان اكتب لك كونه يرجع وكونه يدعم وكونه يقحم هذا الشيء اللي تحدث فيه معه وهذا الأكثر الفريق رغبة النادي الجماهير بتاع النادي هي فوق كل اعتبار هو اللي قرر إذا كان يحب سليم الرياحي يرجع فيطلبوا منه يرجع معناتها ويكون خط داعم للفريق الهيئة الحالية قامت عدة الأخطاء متفاهمين فيها سنبيل أنت عارف سليم اليونسي لكن قديش يتحمل سليم الرياحي لنسبة الأخطاء والمشاكل اللي تعلق اليوم بتاعه اليوم شوف وانا توبش من بلغش وقل لك ما فما حد اخطأ راهو انسان في حد بروحه وكذا فما اخطاء صارت عديدة معناتها لكن راهو هالاخطاء هذية الناس الكل متهمين فيها النادي الفريقي راهو ما سيروهاش ناس من برا سيروها ناس من داخل النادي راهم هذوما سودسية سيروها انت معناتها توا كي نقولوا احنا نتحدثوا على مبالغ كبرى صرفت وكذا يا اخي ما فهمش الحقيقه سليم الرياحي على جهه اخرى صرفت على النادي والحقيقه حرص هو باش يكون النادي في جام معينه اللي احنا توا هنا فقدناها معناتها المكانه هذيك وكذا بقينا كانت فما برشا فلوس وبرشا مبالغ مشات زايد مشات في كتابات غالطه ومشات في كذا شكون كتبهم هذوك؟ لا اكيد مش سليم الرياحي لكن فما ناس وخدموا مع توقع لاعبين هذيك كلها تلفت على النادي غالي مالتها ولحقيقة هذيك تعتبر إدارة سيئة مالتها في النادي حاولنا مالتها في الفترة هذيك زاد إرتاح مدينة راو هذيك القالة مالتها إدارة النادي الفريقي هي الفريقة يعني كانت كبرى في الإدارة بتاعه مالتها إدارة كل إدارة بالمفهوم البنيوي معناتها إدارة مكاتب وكذا موظفين واستقرار وتواصل معناتها عمل الليلة الأخرى في بعدها والكتاب العبر كلهم النادي الفريقي مع الناس أرشيف مع الناس معناتها اللي يخرج يهز معه الأرشيف معناتها ولا يهز معه معناتها بعض الأشياء معناتها اللي ما تخليش ترسبيتي سواء بعض العقود هذه صارت هذه خذها من الجامعة راه يمشي يسأل هذه على كلم الكاتب العام هو تأكد الكلام هذا يقول ما تلقاهمش تاخذهم من تخمن وتاخذهم من الجامعة علاش يصير شيء هذي علاش ما فماش حاجة معناتها هكا معناتها مركزة مهما كانت الهيئات فما استقرار فما كتب عقار فما أمين مرقار فما إدارة كتابة قارة هو يتحدث عن كتب العام الحالي فيها ولا يصدق في كتب العام الحالي فتلقى هو يتعامل بالميل للشخص متاعه هو يمشي هو هو في حسوات ولا ميلوات من فيفا ما تحطاش تكون معناتها بعد يواصل معناتها فيها والنظر فيه معناتها كان هو بتحط ميلوات على الميل بتاع السيد وهذا الاختيار طلع النادي الفريقي لازم وقفة حازمة ووقفة معناتها نهائية توفى كل شيء المشاكل راهو قابلة أنها تنتهي في النادي الفريقي المشاكل صدقني المئوية هذه تجي نساو أحلى أي شيء في المئوية النادي الفريقي يلزم بعد 100 سنة يعاود على قاعدة صحيحة يبني إدارة يبني فريق يبني مستقبل واضح شكرا لك يعطيك الصحة سي نبيل السبعي على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل احنا هكا نوصلوا لنهاية زون ميكس اليوم 15 تقريبا شكرا أنيس جويني في الإخراج شكرا ناصر السيكري في كذلك الإخراج الرقمي كيف نقابله أيضا